لو دلال يبقى لسه والسنه دي لسه حاسه ويرمى الطريق قريقه للجمال والجمال من غير بوليكا مش محتاج ميكا بانتيكا زي ما احنا غنانا اهو من غير مزيكا زيكا زيكا أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم 100 طريقة للجمال. حلقتنا النهاردة هتبقى مميزة ومهمة جدا، هنتكلم فيها عن جميع مشاكل البشرة، هنتكلم فيها عن شد الوش، وهنتكلم فيها عن التجاعيد، هنتكلم فيها عن حاجات مهمة جدا تخص أو تهم الرجال وتهم السيدات. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيف الكريم الأستاذ الدكتور أشرف عنب، أستاذ جراحة التجميل في كلية الطب جامعة بني سويف. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك دكتور. في البداية حابب تعرف بس المشاهدين ايه هي الاسباب اللي بتؤدي الى تجاعيد الوجه. تجاعيد الوجه دي يعني جزء فسيولوجي، يعني حاجه بتحصل حتى لو انت يعني حاولت ان هي ما تحصلش ممكن تتاخر، انما لازم تحصل مع السن، مع كبر السن، مع العيشه حتى في الشمس والبيئه العاديه، يعني حتى في بلدنا التجاعيد بتظهر على الجلد لانها البروتين بتاع الجلد بيتاكل فيبتدي يبقى ارفع وتبتدي اي خطوط فيه تروح باينه، ودي تجاعيد الوش. يعني مع تقدم السن كده كده التجاعيد هتظهر. طبعا. يعني بعض الناس بتسال ان احنا بنشوف يا جماعه بعض الفنانين او بنشوف بعض الناس الاعلاميين مع تقدم السن فبيفضل برضو محافظ على البشره ومحافظ على نضاره البشره، بيعمل ايه عشان يقدر يحافظ على نضاره البشره دي؟ يعني التجاعيد ديت لو ظهرت ممكن تحقنها وحقنة رفيعة قوي وما بتاخدش 10 دقايق ربع ساعة الحقنة، يعني الحقن كله. حقن ايه يا دكتور؟ حقن البوتوكس؟ حقن الفيلر. البوتوكس دوت للتجاعيد المتحركة في الجزء العلوي من الوش بس. بالظبط. انما الفيلر او يعني انا رأيي ان خلينا نسمي الحاجات باسمائها العلمية، نحقن هايلورانيك اسيد. هياليرونيك أسيد ده بروتين، بروتين طبيعي ما فيهوش اي مواد من الخارج. يعني دكتور يعني عشان بس المشاهدين يبقوا معانا، المنطقه اللي فوق منطقه الجبهه دي بوتوكس، دي بتتحقن بالبوتوكس. وكمان حوالين العين. حوالين العين دي برضو بوتوكس. دي حضرتك بتنصح بيه ولا ممكن البوتوكس برضو يتحقن في مناطق تانية؟ لا، ما ينفعش يتحقن في مناطق تانية. ما ينفعش الا بقى بتوع الاعصاب ساعات بيستخدموه في علاج حاجات عصبية معينة لأنه بيوقف العصب. بالظبط. إنما إحنا بالنسبة لنا البوتوكس للتجاعيد المتحركة اللي هي الجزء العلوي من الوش، وممكن نستخدمه حتى لو حد عايز يرفع حواجبه. بالظبط. ممكن نرفعها له، أو التجاعيد اللي بتبان مع الضحك حوالين العين. بالظبط. دي برضو يتحقن لها بوتوكس. طيب احنا معانا فيديو اهو يا دكتور، حابب حضرتك تكلمنا عنه. ده عن حقن الفيلر بالنسبه للجبهه. يا ريت حضرتك تكلم المشاهدين. ده بوتوكس. ده بوتوكس. ده في الجزء اللي فوق في الجبهه زي ما قلنا ده يعني بوتوكس. يعني الجبهه شايف الخطوط اللي بالعرض دي. بالظبط. دي اثار. يعني اثار سن يعني تجاعيد. ما التجاعيد لو تثابت شويه بتسيب اثر على الجلد. بالظبط. كانها يعني حفرت حاجه. بالظبط. فالتجاعيد اللي هي بتاعت الجبهه وحوالين العين اللي هي بتبان مع الضحك والتكشيره اللي في النص دي، دي حلها بوتوكس. حلها بوتوكس. حتى بعض الشباب يا دكتور بيجي لهم التجاعيد دي في فتره متقدمه جدا، يعني في بيكون سنه صغير وبيجي له او بتظهر. وانا الحقيقه عندي عيانين شباب صغير قد ابني يمكن. بالظبط. انا ابني لسه داخل الجامعه. بالظبط. فيعني في منهم فعلا عندهم تجاعيد بدري شويه. بالظبط. بس برضه ما يمنعش ان هي تحقن. دي طريقه الحقن يا دكتور زي ما احنا شايفين والساده المشاهدين شايفين معانا. هو لسه بيعلم، بيوريك الخطوط اللي هيحقنها يعني. بالظبط. دي الطريقه زي ما حضراتكم أيوة. شايفين. وان احنا لو ما حقناش بره الجزء الوسطاني من الحاجب هيخلي الحاجب يترفع شويه.
لان البوتوكس بينزل العضل. بالظبط. لو سبت حاجه ما اتحقنتش بترفع. بترفع العضل. ايوه. زي ما احنا شايفين اهو. ايوه بالظبط. على يمين يعني مليش. هو الحقيقه هنا مركز في التجاعيد بتاعه القوره يعني. الخطوط العرضيه اللي هي في القوره. اه بالظبط. ولو انت شفت نقطه الدم اللي في التكشيره دي حقن التكشيره نفسها عشان يضايق التكشيره دي خالص. بالظبط. والحقيقه بيجي لي ناس بيشتكوا لي ان هم ما بيعرفوش يكشروا. فبقول لها انت عايزه تكشري ليه؟ قالت لي لا ما ساعات برضه بحتاج اكشر. ده دكتور اللي بيحتاج يعمل حقن البوتوكس ده بيحتاج يعمله مره واحده في العمر؟ لا. ولا بيتكرر كل شويه؟ طبعا بيتكرر كل شويه. البوتوكس عاده بيقعد من 4 شهور ل6 شهور يعني بالكثير. وبعدين يرجع يحقنه تاني. والحقيقه ان تكرار حقنه بيساعد ان هي يطول مدته. بيطول المده. لان التجاعيد بتبقى هديت وما بقتش موجوده. طيب والتكرار ده يا دكتور بعد اذن حضرتك يعني بيكون كل فتره معينه ولا وقت ظهور التجاعيد مره تانية؟ لا وقت ظهورها وبس يعني احسن ان هي ما تبقاش اقل من 3 شهور يعني. اقل من 3 شهور. اه. تمام. طيب بالنسبه للفيلر يا دكتور. اه. الفيلر بقى بيتحقن في انهي مناطق بالظبط؟ الفيلر هو يعني حتى من اسمه مملئات. مملئات. المملئات ديت ممكن نملى بيها خط اللي هي الخط اللي موجود طول الوقت زي النيزوليبي اللاين ده. بالزبط. الخط اللي هو موجود طول الوقت. وساعات بيحصل خطوط هنا تحت البق دي الحتت دي. بالظبط. فبنملى بيه المنطقه دي. نملى الخط نفسه. بالظبط. انما لو عايز تملى منطقه ينفع نعمل خد بيه. يعني انت مش بتشوف ستات عامله خدود؟ بالظبط كده. يعني ينفع ان انت تملى بيه جزء دوت فنعمل خد شكله حلو. بالظبط. وينفع نملى اي حاجه نازله في الوش بحيث ان هي تتملي كويس ويبقى شكلها كمان جميل. بالظبط. دي يا دكتور فعلا المنطقه اللي حضرتك لسه بتتكلم عنها دلوقتي. ده بس بوتوكس لسه. ده برضو بوتوكس. آه. مش فيلر. لا لا. الفيلر ده بيحقن. اه. ده بيحقن الخطوط اللي بتبان مع الضحكه حوالين العين. بالظبط. يعني شايف في مروحه كده بتبان حوالين العين مع ال. بالظبط. زي ما احنا شايفين. اه. بتحقن دلوقتي المنطقه اللي تحت العين بالظبط عشان تسير او تزيل اثار التجاعيد اللي موجوده. التجاعيد. اه بالظبط كده. بالظبط. انما انت لو نزلت شويه ممكن يبقى الخد بقى نفسه ونحقنه فيلر ان هو يبقى مليان. وممكن لو اخدت من الدهون بتاعه العيان نفسه ونعالجها بطريقه معينه وبعدين نرجع نحقنها في خدوده او في وشه كله. تمام. ناس كتير يا دكتور بتسالنا يعني هو موضوع الفيلر او موضوع البوتوكس ليه اضرار؟ لو استخدمت حاجه محترمه من شركه يعني ابروفد عالميا ملهاش خالص اضرار. هو حضرتك يعني البيشنت او المريض يعني هو ما يعرفش الماتيريالز او ما يعرفش المواد الخام اللي بتيجي من الشركات. ما هو بيروح لدكتور واثق فيه. طب ايوه بس كده. ان المهم ان دكتور واثق فيه. بالظبط كده. يعني يا ريت يبقى دكتور محترم. بالظبط. لان في دكاتره يعني للاسف يعني انا مش كنتش عايز اقول كده. لا ما فيش مشكله. بس بيشتروا ساعات ارخص يعني مواد من الصين او اوكرانيا يعني البلاد اللي هي اي كلام دي. بتجيب لك حاجات سينثاتيك مش حاجات طبيعيه. يعني حتى الفيلر والبوتوكس بقى. آه. فيه برضو حاجات مضروبه وحاجات صيني. آه آه, اه 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 عشان كده يعني اعزائي المشاهدين الناس تختار دكتور التجميل بعنايه فائقه اللي يعني موثوق فيه. بالظبط. الموثوق فيه واللي انت بتتعامل معاه. بالظبط. بالظبط كده. واللي هو يعني يا ريت يبقى حد تاني جربه. يعني طبعا الثقه بتزيد يعني انا عارف يعني انا عندي عيانين من 15 سنه و20 سنه بيجوا لي لسه لغايه دلوقتي وبيجيبوا لي اولادهم. انما مهم ان هو دكتور يبقى محترم علشان يجيب لك حاجه محترمه ما تضركش. لان للاسف بقول لك كنت ساعات بشوف يعني حد حاقن فيلر اللي من المواد الصناعيه دي فالجسم بيتفاعل عليها ويعمل زي كوره كده مش عايزه تروح. بالظبط. لازم تقعد تحقنها كورتيزون وبتاع علشان
تقل شويه، ويعني يعني ساعات تحصل خراج، ويعني بيبقى يعني هو اساسا راح يعمل عمليه تجميليه فيطلع أيوة. منها بعمليه جراحيه بالظبط، ده حاجه يعني انا بتألم بالزبط. بتألم الحقيقه، وببقى عايز احرق اللي عمل له. تمام. طيب عايزين نتكلم يا دكتور عن نقطه برضو بتهم شباب كتير جدا سواء بنات او ولاد، حب الشباب هل ينفع معايا حقن سواء بوتوكس او فيلر او اي طريقه من طرق الحقن الحديثه؟ لا خالص، حب الشباب ليه علاج علشان الالتهاب بتاعه يروح بالظبط، لان حب الشباب في الاخر بيعمل زي فسفوسه كده بالظبط انما يعني ليه علاج علشان يروح، ما يعني ما تضايقش الجلد علشان ما تزودوش. والحاجه الثانيه اثار حب الشباب بالظبط كده، ده حاجه ثانيه. الحقيقه انا بنصح العيانين بتوعي ان انا يعني حتى مش بنصح العيانين، بنصح ابني نفسه بالظبط. انا اشتريت له يعني كريم اسمه فلاموسي، يعني مش مهم اسماء، ده كريم مستورد يعني مش مصري، فيه فيتامين سي وهيلورانيك اسيد، يعني تكوينه هيلورانيك اسيد يغذي البشره ويمنع ظهور تجاعيد جديده بالظبط، يعني يملاها، وفي نفس الوقت الفيتامين سي بيتحط حتى على الجفون، يعني ممكن يضيع الهالات السوداء ويضيع التجاعيد الصغيره. ده كريم بيكون فيه فيتامين سي وهيلورونيك اسيد، الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض. طب ينفع الناس تعمل الحاجات دي بمواد طبيعيه من البيت؟ لا ما ينفعش، لا ما بتجيبش نتيجه فعاله. يعني انت يعني لا انا ولا انت صيدله، يعني بالزبط. ان انا اجيب بالظبط قد ايه بيحطوا من كل حاجه، يعني هبقى بضحك على نفسي بالظبط، لان في برامج كتير بتقول للناس هات مثلا نسبه معينه من الليمون على نسبه معينه من العسل بمواد طبيعيه، هل دي بتجيب نتيجه فعلا زي ما الدكاتره بتجيب دي نتيجه يعني مقرفه؟ اه بتجيب نتيجه عكسيه، بتجيب نتيجه عكسيه. اه ما بتعالجش الحاله، بتضر بالحاله. انت في اغلى من ابنك؟ لا طبعا، انا بجيب له الكريم ده من بره بالظبط، ما لو كان الاحسن ان انا اعمله له كنت عملته له في البيت بالظبط بالظبط. اه طيب نتكلم يا دكتور بس عن موضوع تاني برضو بيهم الرجال والسيدات، بس يمكن السيدات اكتر. موضوع شد الوجه. تمام. موضوع شد الوجه، ايه الجراحات الحديثه اللي في شد الوجه، او امتى تلجا الست او يلجا الرجل لشد الوجه؟ انت اديتني سؤال يعني تمام تمام يا دكتور، لان دوت حاجة مهمة قوي للرجالة والستات، والحقيقة الرجالة زي الستات يعني بالزبط. يمكن الستات بتبان أكتر، إنما لا أنا بيجيلي يعني رجالة وستات بالظبط. إحنا أصبحنا بنشوف في مراكز التجميل ستات ورجالة، مفيش الكلام ده زمان يعني، بقى موضوع التجميل يعني حاجة ضرورية، ما بقاش حاجة تجميلية زي زمان يعني. نظرة المجتمع اختلفت شوية للجراحات التجميلية. أيوه بالظبط بالظبط، لأن أنا في رأيي الشخصي الجراحات التجميلية اللي انت ترجع جميل بالظبط، بس من غير ما تتضر بالظبط، بدون ضرر، وحط مليون خط تحت بدون ضرر دي بالظبط، يعني هي دي الحقيقة بالظبط. ومين فينا ما يحبش يرجع جميل بالظبط من غير ما يتضر بالزبط. صح. طيب بالظبط كده. طب هل شد الوجه ده يستلزم جراحات معينة؟ هو الحقيقة شد الوش ده يعني جراحة كبيرة، في شد الوش العلوي، وفي شد اللي هو الجزء المتوسط ده، وفي الجزء السفلي مع الرقبه بالظبط، وفي توتال اللي انت تعمل كله، ممكن اعمل الوش كله. اه وممكن اشد اجزاء معينه طبعا، بس هل لما اشد اجزاء معينه من البشره ما تاثرش على بقيه الاجزاء في البشره؟ لا، لان هتبقى مشدوده والثانيه مرفيه شويه بالظبط، مش بنشد جزء منطقة على بعضها، على بعضها يعني، لو هشد الجزء الوسطاني يبقى هشد من اول العين هنا لغاية الدقن، المنطقة دي كلها تتشد، ودوت ما بيأثرش على الباقي بالظبط، بس بيبقى فيه طبعا تماثل، يعني انا لو هشد جزء طبعا هنا لازم اشد الجزء التاني طبعا، والا يبقى الموضوع كده هو التجميل مش متجانس، دايما يبقى فيه تماثل بالظبط، يعني دايما بتوزن الحكاية ان هي كله يبقى شبه بعض وشكله طبيعي بالظبط، ما فيهوش حاجه مش طبيعيه يعني.
يعني اذا كده دكتور يعني هنلجأ برضو لجراحة في شد الوجه، ولا في كريمات معينة او طرق معينة بتشد الوجه بطريقة فعالة وامنة؟ بعض السيدات كانت بتتصل بينا وبتقول ان انا استخدمت الكريم الفلاني اللي هو طبعا ثمنه غالي جدا لمدة شهرين او 3 شهور ما جابش معايا اي نتيجة، فهل السيدات اللي زي دي بتلجأ بعد كده للجراحات شد الوجه ولا؟ الحقيقة مفيش كريمات تديك اثر شد الوش، يبقى لو انا قلت لك كده يبقى بضحك عليك بالظبط كده او بضحك على المشاهدين يعني، وانا لا يمكن اعمل كده. يعني دي نصيحه من الدكتور اشرف للمشاهدين، مفيش اي كريمات موجوده بتعمل على شد الوجه بطريقه مثاليه او الطريقه المرجوه خالص خالص خالص. والفكره ان انت لازم تبقى حكيم جدا اما تاخد قرار شد الوش ده، لان برضو يعني زي اي جراحات ليها مخاطر، لان بالزبط. اما نيجي نعمل شد الوش ساعات بنبقى مضطرين ان احنا نبقى جنب العصب، وخصوصا العصب الوجهي ده اللي هو اسمه فيشال نيرف. يعني اي لمسه فيه يخلي العضلات هنا تتشل، يجيب شلل في الجزء ده من العضلات بالظبط. فدي بتبقى عايزه جراح ماهر جدا جدا، وما تلجاش للعمليه الا اذا كنت مضطر جدا، لان في حاجات تانيه ممكن تخليك شكلك حلو من غير ما تعمل شد الوش، زي الفيلر والباتوكس وال يعني والحاجات التانية، وحتى حقن الدهون بتاعتك انت شخصيا يعني، دولت كلهم ممكن يدوك اثر جميل على وشك ونضارة، ويعني شكلك يبقى حلو من غير ما تلجأ لعملية ممكن لا قدر الله يحصل فيها اي مشكلة، فيعني هتقعد تعاني بقيت عمرك من العملية دي. بالظبط كده. طب يا دكتور عايزين نتكلم في نقطة مهمة جدا برضو، ايه اللي يخليني احافظ على بشرتي اطول فترة ممكنة بحيث ما يجيليش تجاعيد، ما الجاش لاي حاجة، لا حقن فيلر ولا بوتكس ولا جراحات وجه ولا اي جراحات تجميلية، ازاي اقدر احافظ على بشرتي؟ طيب هو ده سؤال حلو، بس يعني انت مهما عملت مع كبرك في السن هتبقى محتاج تعمل حاجة تانية غير ان انت تحافظ. بالظبط. المحافظة دي سهلة، اولا ما تتعرضش لشمس مباشرة بطريقة منتظمة، يعني ما تطلعش تقعد في الشمس وتسيب نفسك فترة طويلة، اولا جلدك هيتحرق، تاني حاجة هيسيب اثر يعني الجلد هيضعف. بالظبط. هيسيب تجاعيد. الشمس يعتبر يعني العدو الاول للبشرة. بالظبط. ما فيش حتى عدد يعني اوقات معينه ممكن البشره تتعرض فيها للشمس؟ خالص خالص. اما تتعرض لشمس مباشره لازم تحط سان بلوك واقي من الشمس. بالظبط. والسان بلوك دوت يعني هيحميك من الشمس. بالزبط. ممكن يخليك تستفيد من اشعتها بس يحميك من اضرارها، اثارها واضرارها. بالظبط. فاقدر احافظ فتره طويله على بشرتي بالسان بلوك؟ هو كده ان انت يعني كده حافظت على بشرتك، وفي نفس الوقت ان انت تحط فيتامينات على وشك يعني. بالظبط. وخصوصا فيتامين سي يعني للوش مهم قوي، بيفتح ويعني بيخلي شكلك احسن بكتير. طيب في حاجات يا دكتور جديده طالعه، بيقول لك القناع الذهبي، الماسك المغربي، الحاجات دي فعلا بتجيب نتائج ولا برضو نفس النظام الحاجات دي كلها يعني لعب بعقول الناس؟ اضحكتني. بالظبط. لان يعني للاسف يعني بعض التلفزيونات يعني مش عايز اذكر اسمها، ويقول لك الشيخ كتتني ويعيد المطلقه ويعمل يعني، انا قصدي ان النصب بقى علني. بقى علني حتى في الادويه. جدا يعني يقول لك ماسك الذهب ودوت يعيد لك مش عارف ايه، ما فيش كلام من ده خالص. الحاجات دي ما بتجيبش اي نتيجة. اي كده يعني يا رب ما تضرهاش بس. طيب احنا كده يا دكتور على التعرض للشمس، الناس تحط سان بلوك قبل ما يتعرض للشمس. بالظبط. تمام. طيب الاطعمة، هل في اطعمة معينة لو الناس يعني تعودت على الاطعمة دي وخلت نظامها الغذائي معتمد بشكل اساسي على الاطعمة دي تحافظ على بشرتها لفترات طويلة؟ هي عموما الاطعمة يعني الصحية هي الأطعمة اللي هي أورجانيك، يعني مش اللي هي مش حاجات يعني مش همبرجر، مش يعني الأطعمة العادية يعني. وفي نفس الوقت أهم حاجة شرب المية.
ان هي تشرب ميه بانتظام وبكميات كبيره. الميه دي بتفتح البشره وتغذيها وتخليها احسن كتير على طول. بالظبط، الميه استخدام الميه، تشرب ميه كتير افضل شيء للبشره الميه. بالظبط. والتقليل اعتقد يا دكتور من السكريات، والتقليل من السكريات والحاجات الصناعيه، يعني اي حاجه صناعيه يعني معموله يعني مش طبيعي يعني مش بيتي. ايوه، او حتى مش يعني مش حاجه مزروعه وطلعت وتاكلها، لا، حاجات اللي هي بتتعمل صناعي يعني. بالظبط. ضاره جدا، ضاره جدا بالبشره جدا. تمام، يبقى يعني يجب اتباع نظام غذائي سليم مع عدم التعرض للشمس الا بالصن بلوك. صح. طيب الصن بلوك مش اوقات يا دكتور بيجيب اثار جانبيه ضاره؟ لا خالص، لا خالص. لو استخدمت صن بلوك كويس وكمان درجته كويسه، يعني انا بنصح عيانين اللي هو 50 فما فوق. لا، ممكن تستخدم اقل، يعني لو انت صغير في السن ممكن تستخدم 20 25 30، انما لا، يعني لو انت جايب نوع كويس لا يمكن يحصل لك اي اثار جانبيه، لا يمكن يحصل اي اثار جانبيه خالص. طيب السن هنا في الجراحات التجميليه ليه عامل؟ يعني لو انا مثلا ناس كتير بتسال انا سني بعد الستين، ينفع ان انا مثلا اعمل جراحه معينه تجميليه ولا هتبقى خطر على صحتي زي الجراحات العاديه؟ هي يعني زيها برضو زي الجراحات العاديه، بس يمكن احنا في شغلتنا بنستخدم البنج الموضعي مش البنج الكلي اكتر يعني، فالاثار بتبقى اقل يعني الخطوره بتبقى اقل، انما يعني في الاخر ليه خطوره زي الجراحات التانيه. بالظبط. بصراحه يا دكتور الموضوع كبير وعايز حلقات كتيره جدا للاسف، يعني وقت حلقتنا مع حضرتك جري بسرعه. انا بشكر في النهايه الاستاذ الدكتور اشرف عنب، استاذ جراحه التجميل في كليه الطب جامعة بني سويف. بشكر حضرتك يا دكتور. انا بشكرك، ربنا يخليك. الشكر ليك يا دكتور. استنونا في حلقة جديدة من برنامجكم 100 طريقة للجمال بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد. لو دلال يبقى لسه، والسنة دي لسه خاصة، وغيرنا من الطريق قريقة للجمال، والجمال من غير بوليكا مش محتاج نيكا بأنتيكا، زي ما احنا غنينا اهو من غير مزيكا زيكا زيكا.